أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. الشكر كل الشكر إلى مغتربي لبنان الذين شكلت تحويلاتهم إلى لبنان مركز ثقل ساند اقتصاده إلى اليوم، فقد وصلت قيمة تحويلاتهم المالية إلى 7 مليارات دولار بحسب تقرير جديد للبنك الدولي، الذي لفت إلى أن لبنان حل في المرتبة 10 ضمن قائمة الدول 10 التي تلقت أكبر قدر من تحويلات المغتربين في الخارج على مستوى العالم سنويا. ويأتي ذلك في وقت تصل فيه قيمة حاجات الدولة التمويلية في عام 2013 إلى 2 مليار دولار بحسب إحصاءات جمعية مصارف لبنان، فيما تطرق ضرائب جديدة أبواب المواطنين من خلال موازنة عام 2013 التي لم ترى النور بعد. ويبدو أن عدوى عدم إقرار الموازنة في لبنان انسحبت على الاتحاد الأوروبي، حيث انهارت محادثات إقرار موازنة عام 2013، وبدأ القادة الأوروبيون جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل. والبند الذي يشكل حجر عثرة المفاوضات هو بند الإنفاق، ويطالب بعض القادة بتقليص الإنفاق بما يتناسب ومعدل التوفير السائد في كل بلد، بينما تطالب بولندا والدول الشيوعية السابقة التي تعتمد كثيرا على تمويل الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على المعدلات الحالية للإنفاق. شكل ارتفاع سعر الذهب عاملا إيجابيا للاقتصاد الإيراني، فقد قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن إيران تفادت الضرر الكبير على اقتصادها جراء العقوبات الغربية بفضل امتلاكها لاحتياطات كبيرة من الذهب، وهي تجاوزت حاليا مستواها قبل 5 سنوات ب12 مرة. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات الرسمية لإيران بلغت 106 مليارات دولار من الذهب والعملة الأجنبية بنهاية العام الماضي. ويعتقد المحللون أن هذه الاحتياطات انخفضت بما يوازي 10 مليارات من الدولارات هذا العام نتيجة العقوبات. خبر غير سار للمقبلين على الزواج، فالذهب سيبلغ مستوى 2000 دولار للأونصة العام المقبل بحسب تقرير لميريل لانش. أما اليوم وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 $51.25، عيار 21 $48.93، عيار 18 $41.97. أما أونصة الذهب فبلغت $1731.44، وكيلو الذهب $55,665.08. خفضت توترات الشرق الأوسط توقعات الطلب على النفط، فهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت 32 سنت ووصل إلى $110.54 للبرميل. في المقابل ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 11 سنت ووصل إلى $87.49 للبرميل. هذا كل شيء، ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.